دونك euh, euh, تكلمنا على البرامج الحكوميه تكلمنا على البرامج اللي كتهم المواطنين اللي هي euh, يعني الاشكاليه والمشاكل اللي كنا يعني مرنا بها في هاد ايام الاولى ديال رمضان اللي كتهم التضخم و وكيظهر لي بانه كانت هذه الايام الاخيره يعني شروحات بما يخص المواد والمنتوجات الفلاحيه فهي الفلاحه تعرضت لواحد اولا لقلة الماء وتعرضت كذلك الاشكاليه ديال لا اللي طلعت ليها الثمن ديالها وكذلك ديال لي برودوي فيتو سانيتير ولا زوت اللي تقريبا كانت ضربوا في جوج ولا في ثلاثه الاثمنه ديالهم اللي خلات انه التكلفه ولكن رغم من كل هذا كيظهر لي مع الاخوان الفلاحه الاجتماعات اللي قمنا معهم وكذلك الاتفاقيات اللي كانوا خلات انه الاثمنه رجعت لواحد المستوى اللي هو احسن ومناسبه كانت كذلك باش نتكلموا على يعني البرامج الحكوميه اللي هي كتهم الدوله الاجتماعيه فيما يخص الصحه وفيما يخص التعليم وفيما يخص يعني لومبلوا ولا شارت دافيسيسمون انجازات كبيره اللي تعملت في الشهور اللي اللي دازت واللي الحكومه رغم يعني الظروف اللي كتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبه ديال قله الامطار والمشاكل اللي كتكون مطروحه فهي واخده لو كاب ديالها باش تمشي في البرنامج الحكومي ديالها وتقوم به في احسن قيام شفنا بانه الحمد لله في هذه المناسبه انه يعني الفوق البرلمانيه كلها يعني متماسكه وراء الحكومه كتدعم الحكومه بدون شرط وبانه متبعه يعني البرامج ومستعدين بانه يواكبوا ويوصلوا لمساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومه وكتعرفوا بانه كاين مشاكل اللي هي موته القصه ديال الماء قصه طويله الى نعود لكم عليها والسيد الوزير هنا هو يعرف هذا اكثر مني ولكن هذا ارث ثقيل اللي كنحاولوا في بعض في بضعه شهور اننا نلقاو ليه الحل لا فيما يخص تحلية ديال المياه ولا فيما يخص لو ترونسفير ديال الماء ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العاجل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبله اذا الديناميه كاينه الحكومه مواصله العمل ديالها بجديه الافق باين لي كريز اللي كيبانوا اللي هما حقيقيين كان يعني كنعالجوهم واللي هما مصطنعين راه كنجاوبوا عليهم واللي كيهمني انه شفت بانه الحمد لله آه وأساء الأغلبية اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا وهما ولا الفوق ديالهم ولا الأحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومة بالنجاح حتى إن شاء الله تعطي النتائج اللي اللي كيتسناو منها المواطنين في أحسن الظروف. تفضل السي سي وهبي. شكرا سيد الرئيس مساء الخير غير بغيت على كل اللقاءات اللي كتكون بين قيادات اللقاءات اللي كتكون بين قيادات الاغلبيه بحكم اننا حجمنا قليل كقيادة القيادات انا حكومه منسجمه وحكومه تشكل قوه توافق بين قيادة الأغلبية نلتقي باستمرار فقط هذا اللقاء كيكون لقاء رسمي غير لنجدد اللقاء مع الإعلام وكذلك مع الاخوه في البرلمان في مجلس المستشارين ومع بعض اعضاء القيادات السياسيه. نحن تبادلنا فقط اليوم بعض الافكار اللي بغينا ناكدوا عليه على اننا هذه المشاكل اللي كنشوفوها الان اللي سمعنا عليها كثير هي مشاكل طبيعيه في المسار يأخذ المغرب في المجال الاقتصادي والفلاحي السياسي. ونحن سنواجهه بتحالفنا سنواجهه بوحدتنا سنواجهه باتفاقاتنا وسنواجهه باحترامنا ل علاقتنا والالتزاماتنا سواء على مستوى البرنامج الحكومي او سواء على استنادا على ميثاق الاغلبيه. لذلك سنستمر هذه الحكومه وسنشتغل بهذه الحكومه وسنواجه هذه المشاكل وهذه الازمات وسنتحمل مسؤوليتنا كامله الى ان نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلاله الملك. لذلك تاكدوا ان كل ما تسمعونه خارج ما نقول نحن الثلاثة غير صحيح نحن الذين نملك الحقيقة نحن الثلاثة وسنبلغكم بها في حينها لذلك ثقوا فينا ثقوا فينا حينما نقول لكم أننا أقوى مما كنا من في الماضي ولنا إحساس قوي بالاشتغال أكثر بل لنا شعور رغبة في العمل أكثر لأن خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا ونحن الحقيقة نعتبر فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة التي حققتها وما لم يحققه الغير شكرا لكم شكرا سينيزا تفضل شكرا سيد رئيس الحكومة أنا أولا بغيت نأكد كما جاء في تدخل سيد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء كانت فرصة باش اننا يكون عندنا نقاش مع البرلمانيات والبرلمانيين ديال التحالف الحكومي وديال الاغلبيه الحكوميه بكيفيه عامه حول ما تم تحقيقه من انجازات وحول كذلك ما هي الاصلاحات التي نقودها لمواجهة الإشكاليات المطروحة لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني وفي الواقع هذا الاجتماع كانت فرصة لتأكيد ثلاثة النقاط الأساسية النقطة الأولى وهو اننا متشبتون بالبرنامج الحكومي وغنوفي ان شاء الله بالالتزامات ديالنا تجاه المواطنات والمواطنين رغم الصعوبات ورغم هذه التقلبات المناخيه والتقلبات كذلك التي نعرفها نتيجه ديال الصدمات الناتجه عن عن الازمات الدوليه نقطه ثانيه وان هذا التحالف الحكومي وهذه الاغلبيه الحكوميه فهي قويه منسجمه وهي كذلك عندها اراده قويه لمواجهة كل هذه الإشكاليات النقطة الثالثة وهو أننا تنقوم بأمور جد أساسية وفي إطار مقاربة مهمة وهذه المقاربة فهي تترتكز على ثلاثة النقاط أولا العمل كذلك أولا العمل على مواجهة الظرفية الصعبة ثانيا العمل على استدراك استدراك كذلك تأخر اللي في عديد من الإصلاحات في العديد من المشاريع الأساسية اللي ف... ف... بالنسبة لبلادنا والنقطة الثالثة وهو أننا تنجب موحد المقاربة اللي هي تجعل أننا نجيو حلول مهيكلة باش نوجدوا نفوسنا كذلك المستقبل وباش نغتنم الفرص الناتجة عن هذه الأزمات على الصعيد الدولي ولي وهذا الشيء كله معلوم الهدف الأساسي من هذا كلو كله وهو أننا نخدم المواطنات والمواطنين اننا نحسنوا ظروف عيش ديال المواطنات والمواطنين ان نخفوا عليهم العبء ديال هذا التضخم الناتج عن ازمه آت آت الخارجيه ولكن كذلك الناتج عن الجفاف واننا نقوم بالمبادرات الضروريه باش اننا نوصلوا الامكانيه للارتقاء الاجتماعي بالنسبه لفئات عريضه من المواطنين ويكون استهداف واليوم الحمد لله ورئيس الحكومه اكد ذلك في الاجتماع ديال الأغلبية وهو أن بين الأوراش الكبرى اللي أعطى الانطلاقه ديالها جهة الملك المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية فتحقق الجزء الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية ونحقق إن شاء الله من هنا لآخر السنة الجزء الثاني المرتبط بتقديم الدعم للأسر المغربية المعوزة في إطار استهداف وفضل كذلك سجل الوطني الموحد سجل الاجتماعي الموحد اللي هو عرف انطلاقه ديالو اليوم العديد من المواطنات والمواطنين في كل اقاليم المملكه فهم يسجلون انفسهم لكي يستفيدوا بهذا الدعم اخيرا اللي بغيت ناكد عليه وهو الاساس في هذه المرحله اللي احنا فيها وهنا اننا كلنا ثقه ثقه في قدرتنا لمواجهه هذه الازمات الثقه كذلك في ما سنقوم به كذلك من اجل اعطاء نفس جديد وللخروج من هذه الازمه، والثقه كذلك في المواطنات والمواطنين لتفهم هذه الاشكاليات ولذلك التفاعل الايجابي مع الاصلاحات التي نحن نخوضها في كل المجالات الحيويه في مجال التاليف، مجال الصحاف، في مجال العدل. في مجال الماء، في مجال كذلك التشغيل، وكل ذلك في مصلحة هذا الوطن، وشكرا.